حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. اليوم نتحدث عن العديد من الحوادث التي تقع طبعا للسيارات، وكما يقال فإن الحادث يحصل في طرفة عين. وقد سجلت مؤخرا مقاطع فيديو رصدت اللحظة الأولى للحادث، وقد أوصى أيضا مجلس المرور الاتحادي بالسماح لأفراد الجمهور باستخدام الكاميرات المثبتة في تابلو السيارة لتسجيل ما يحدث أمامهم، معتبرا أن هذه الطريقة ستساعد في تحديد المتسبب في الحادث المروري، خصوصا الدهس الذي يقع نتيجة تعمد بعض الأشخاص رمي أنفسهم أمام المركبات ويضيع الحق في هذه الحالة. اليوم يسرنا أن يكون معنا الأستاذ الرائد صلاح عبد الله الحمادي، مدير إدارة مراكز تقديم الخدمة في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يحدثنا ونستفيد معه في الحوار عن هذا الأمر. حياك الله أستاذ. الله يحييك. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. مناخ التقرير عن حالة القانون هذا الجديد أيضا، نعم، وكيف استيعاب الجمهور للموضوع بشكل عام، ومن ثم نعود إلى الحوار إن شاء الله. إذا مشاهدينا إلى تقرير حوار المساء، ونعود مع الرائد صلاح بعد قليل. تحظى مقاطع الفيديو الملتقطة بكاميرات الداش كام والتي تظهر لحظة وقوع الحوادث على الطرقات بشعبية كبيرة بين مشاهدي موقع اليوتيوب في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ولكن الأمر مختلف في دولة الإمارات التي يعتبر فيها نشر مثل هذه المشاهد أمرا غير قانوني بسبب قوانين انتهاك الخصوصية. وأثير الجدل في الآونة الأخيرة حول ما إذا كان تركيب مثل هذا النوع من الكاميرات في السيارات يعرض صاحب السيارة للمخالفة أو العقوبة القانونية. وفي وقت سابق أجاز مجلس المرور الاتحادي بالسماح لأفراد الجمهور باستخدام الكاميرات المثبتة في تابلو سياراتهم لتسجيل ما يحدث أمامهم، معتبرا أن هذه الطريقة تساعد على تحديد المتسبب في الحوادث المرورية، خصوصا الدهس الذي يقع نتيجة تعمد أشخاص رمي أنفسهم أمام المركبات. إذ ناقش المجلس الفكرة مروريا واتفق أعضاؤه على عدم وجود مشكلة في السماح باستخدام الكاميرات، إذ لا تنتهك أي قدر من الخصوصية في ظل تسجيلها ما يراه السائق على الطريق، فضلا عن أنها تساعد على تحديد المتسبب في الحوادث المرورية المختلفة وتغني عن استخدام الهاتف في التصوير من قبل السائقين الذين يرصدون تجاوزات على الطريق. مثل ما شفت طبعا رأي صلاح، يعني عملية التصوير هناك العديد من الكاميرات المحترفة الآن اللي ممكن التصوير بها بتقنية عالية جدا، وأيضا تحريكها إلى جهات مختلفة. القانون والمراقبة بشكل عام، نبغي نعرف حيثياته. قانون هذه الكاميرا اللي ممكن استخدامها الآن في السيارات، وهل سيكون ملزم أو فقط لمن يحب أن يضع في السيارة؟ لا، هناك ما يوجد قانون، نعم، باستخدام هذا. الشخص له الحرية أن يستخدم الكاميرا هذه حتى أن يقي نفسه من المخاطر التي تقع على الطريق. جميل. وكذلك إثبات في حالة أن وقع حادث، نعم، مروري، منو المتسبب في هذا الحادث؟ إذن هو قرار بالسماح لاستخدام الكاميرات، مسبقا كان لا يجوز وممنوع. لا، ما كان حفاظ على الحرية الشخصية، أوصى أن ما في مشكلة، لأن هذا سلوك مثل ما ذكر في التقرير أنه مستخدم كثير من الدول الأوروبية. نعم. إذا لا، وأيضا هو لا يمس، يعني فعليا في السيارة تصور سيارات من الخارج، ومحيط التصوير لا يقع على أي خصوصية في رأيي. شو رأيك؟ الطريق مكان عام، نعم، فليس مكان خاص، ونقول أن هذا مكان والشخص هذا انتهك خصوصية الغير في، نعم، في الطريق. فاعتقد ما فيها شيء، يعني انت تسوق واحد ماسك الموبايل ياس تصور، ترى طبعا هذه مشكله، نفس احنا نقول مثلا نفس الشيء، يعني الواحد لو واحد جالس جنب السائق ويصور فياس يصور ترى في النهايه، صحيح، هي هاي الكاميرا اللهم انها تثبت في الزجاج الامامي او على الطبلوم ويصور حالة الطريق وقت قيادة السيارة. قيادة السيارة. الآن أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، هو في الزجاج الأمامي تحت المراية عامة يحطونها، أو نعم، على الطابلو اللي هي أمام السائق. هل هذا بيكون مقيد لمستخدمي السيارات، أو لديه الحرية في أن يضع كاميرا خلفية أو كاميرا جانبية، أو فقط لديه الحرية في أن يضع كاميرا في الأمام فقط؟
هنا ترى هو الناس لازم تعرف ان هل وين المكان. طبعا طبعا ما حد بيصور في الخلف يعني شو يصير. لو جاي لنا حد من ورا بعد لا ما يبي يصور، هو يبي يصور طبعا في الامام شو يصير للسائق. يصير للسائق. فحالة الاستخدام اذا هي عباره عن مبدا لمساعده السائق بان يثبت سواء احقيته في استخدام هذه الكاميرا طبعا في حصول حادث او شيء من هذا القبيل، لانه متعارف عليه ان الحادث اذا ما دعمت حد من الخلف تقع المسؤولية عليك، إلا إذا تحدث الطرفان بأن لا أنا كسرت ودخلت أمامه بشكل مفاجئ. راح يحل كثير من النزاعات اللي تقع طبعا. نعم. بين الطرفين، خاصة الفترة الأخيرة يمكن تكثر هذه النزاعات أن من المتسبب في الحادث. فتصوير هذا يمكن يقي الشخص نفسه، ومثل ما أقول حق الحق لأصحابه يعني. نعم. في النهاية أن منو الحق يعني، منو كان على حق ومنو كان على خطأ يعني. هذا الهدف الرئيسي. نعم. طبعا بعض الحوادث اللي هي حوادث ابتزاز لمن يلقون أنفسهم أمام السيارات، أولا القانون ماذا يقول القانون في حال دهس، في حالة الدهس ماذا يقع على السائق؟ وإن كان هذا الشخص أثبت بأنه هو من ألقى نفسه أمام السيارة، كيف يصبح الأمر قانونيا؟ تتحول طبعا القضية هذه بتتحول إن قضية جنائية في هذه الحالة. نعم. في حالة إثبات أن الشخص هذا يقوم بهذا العمل بقصد ابتزاز الغير. جميل. فهي قضية جنائية عاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي طبعاً. بشكل آخر. أما في حالة وقع حادث الدهس هذا عرضي مثلا، فأن هذا يكون قضية مرورية، قضية فيها العقوبة أبسط تكون من القضية الجنائية طبعاً. الجنائية. لكن هذا الشخص السائق ماذا يقع عليه في حالة ثبوتية بأن هذا شخص مبتز وهو من ألقى نفسه أمام السيارة؟ يبرر نفسه في هذه الحالة. يبرر نفسه. نعم. يعني ما يكون في عليه أي قيود إنه يجلس داخل السجن أو ينتظر حالة. لا ما بيكون طبعا. ما بيكون عليه. يكون عنده كاميرا وشايفين الوضع أمامهم، أن الشخص هذا ألقى بنفسه أمام المركب. نعم. حتى وإن كان يعبر شارع مثلا غير مسموح بالعبور فيه، مثل نقول شارع شيخ زايد أو شارع يعني شارع عام، شارع كبير لا يسمح فيه العبور فيه. نعم. بعض الأشخاص يعبرون، لا تدري من أين يعبرون ولكنهم يعبرون. وجود الأشخاص في هذه الطرقات خطأ أصلاً طبعاً. من البداية كهي مخالفة، لكن يعني يجب على السائق أن يأخذ الحيطة والحذر، حيث أنه لو يشوف شخص يبي يعبر من مسافة بعيدة يكون يخف شوية السرعة وينتبه ويكون مركز على الطريق. فأكثر الحالات تلقى الشخص منشغل باستخدام الهاتف أو بالسماع على الراديو أو بشيء آخر غير أنه يكون مركز على الطريق، فيلقى مرة واحدة أنه شيء هذاك يعبر هو راكض مره واحده دعم شيء يعني، فيتفاجأ مرات انه دعم شخصي. زين، انتم توقعكم انه يكون في قضايا اخرى ممكن تحل مشكلتها هذه الكاميرات؟ بتكون يعني بعض المخالفات والسلوكيات الخاطئه من مستخدمي الطريق. نعم. ممكن احنا هني نزرع نوع من الثقافه ان انا يمكن اكون مراقب. جميل. فيجب ان ابتعد عن بعض الامور، يلتزم اكثر. نحن نسعى طبعا في النهايه الى السلام المروري طبعا وتخفيف الحوادث على الطرق. اذا هناك تطبيقات جاهزه افهم من ذلك بان مرتاد الطريق اذا ما صور جزء مثلا مخالفه لاحد الاشخاص يستطيع ان يبعث هذا الجزء من التصوير لكم مباشره عبر تطبيق تليفون مثلا؟ في تطبيق شرطه دبي، برنامج كلنا شرطه. نعم. ممكن تدخل عليه وتصور او تصور مقطع فيديو وتبعثه للبرنامج وراح يتم مخالفة الشخص هذا نفسه. جميل. الآن هل تتوقع بأن يكون شباب مترصدين في الطرق؟ يعني الآن بعض الشباب سيمتهنون أن كلنا شرطة، سيصبحون هم شرطة خاصة بهم. بعض الشباب هناك متفرغون ليس لديهم الكثير ويحبون يدورون بالسيارة، تتحول مثلا بالنسبة لهم إلى عملية مراقبة ومساعدة الشرطة؟ ما أعتقد يعني في حد بيشتغل بيمتهن هذه المهنة، لكن كثر ما يكون الشخص حريص على ان الطرقات واللي يمشون في الطرقات ومستخدمي الطرقات يكونون في امن وفي سلام. نعم. وان يكشف هؤلاء الاشخاص اللي يقومون ببعض التجاوزات وبعض السلوكيات الخاطئه طبعا على الطريق. نعم. في بعض الشباب في مره من المرات حسب بحثنا يوم نزلت بعض التقنيات مثل عن طريق الايباد، هذه النسخ اللي نزلت، كانوا بعض الشباب ركبوا كاميرات جو برو على سياراتهم وبداوا يتابعوا الطريق ويقفون في اماكن معينه ويلحقون سيارات تسوي مشاكل او عبر اشاره، او مثلا قام
يعني تجاوز سيارة بشكل مفاجئ أو بشكل محاولة أن يحترف أو بسرعة زائدة، وأوقفوهم على الطريق قال أنا سجلت لك ترى وإن شاء الله بطرش الفيديو في هذا الموضوع. هذه الحمد لله ما صارت ظاهرة لأنها بسرعة خلال أسبوع نحن ما شفناها موجودة. لكن هل هذا الأمر نحن نبغي نوضح من يقوم بهذا الأمر إذا أصبح هو يحاول أن يمتهن تطبيق العدالة من خلال طبعا استغلال أحد القوانين التي هي في الأصل للتأثير على المجتمع وتثقيفه، بهذه الحالة هل يعرض هذا الشخص لمساءلة؟ نحن طبعا لا يجوز للشخص خاصة أن يتم ملاحقة مركبة أخرى في الطريق وهذا، لأن هذا شيء خاص وحق خاص للشرطة فقط القيام بهذه الإجراءات. لما تدخل في التطبيق يوجد هناك اشتراطات معينة. جميل. من هذه الاشتراطات مثل هذه الأمور أنه لا يسمح لك أنت بقيام مثل هذه الأمور أو استيقاف الشخص أو أنك أنت تقول له أنك أنت صورته ولا تهدده بشيء معين. طبعا. فإحنا مثل ما قلت لك لما تدخل الموقع هناك اشتراطات معينة لا تسمح للغير بأنه يقوم ببعض الإجراءات اللي هي خاصة بشرطة دبي. جميل. الآن أصحاب الكاميرات هل هناك بتكون معايير محددة في هذا الأمر؟ يعني كتثقيفيا لمن يجددون سياراتهم هل ستكون العملية مثلا هناك بروشورات أو هناك يعني أدوات لتثقيف الشخص كيف يستعمل هذه الكاميرا أو في حالة استخدامها متى يستخدمها ومتى لا يستخدمها، وأيضا القوانين اللي ممكن يتعرض لها أو المساءلات اللي ممكن يتعرض لها إذا ما خالف ما هو مطلوب منه؟ وطبعا عملية استخدام هذه الكاميرات هي عملية سهلة، اللهم أنك تثبت الكاميرا وتشغلها مع السيارة. جميل. تشتغل ويتصور تسوي ريكورد. نحن طبعا أكيد ننصح يعني ان الاشخاص انهم ما يتمادون وايد يعني في مثل هذه الامور او يقومون بنشر هذه الفيديوهات. شفت شيء خطا تعال عندك الشرطه بلغهم وسلمهم الفيديو هذا. جميل. لا تتهور تقوم بنقل ونشر هذا الفيديو على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي، فهني بتعرض نفسك انت للمساءله. نعم. فهذا الشيء يعني الضابط الوحيد يعني في الموضوع هذا. اذا يعني نفهم من كذا ان الشخص اذا ما صور شيء ليس لديه اي صلاحيه بنشره عن طريق اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيله ممكن انها تعرض الامر للجمهور، صحيح؟ عليه نعم، عليه الرجوع للشرطه وهم بيتخذون الاجراء كامل في الموضوع. اصدى ما حدث بعد ان اعلنتم عن مثل هذا القرار؟ طبعا احنا قبل لا نعلن استطلعنا اراء كثير يعني. جميل. من الاشخاص خاصه بعض الاشخاص المستخدمين الطريق، فخلاص بحت عاده عندهم انهم يستخدمون هذه الكاميرات حتى انهم يقون نفسهم ينقون مركباتهم من تعرض للحوادث والابتزاز وانهم يكشفون المتسبب في الحادث المروري. جميل. بعد ما اعلنتم عن القرار هذا قبل بدات طبعا في كثير يمكن من المواقع قامت تتكلم يعني عن الموضوع هذا واشادوا مثلا فعلا ان توجد يعني هذا استخدام هذه الكاميرا راح تقي السائقين من بعض حوادث الابتزاز خاصه الدهس ويعني او الصدم للدرجات الهوائيه في المناطق معينه. صحيح. جاكم اي حالات من خلال استخدام هذه الكاميرات حد الان؟ في حالات موجوده عند كلنا الشرطه في تصوير لبعض الحوادث مش الحوادث بالضبط اللي هي التجاوزات حالات تجاوزات تقع مخالفات من قبل مستخدمي الطريق في الطريق. نعم. يعني هناك حالات اثبتت وساعدت الشرطه في ساعدت الشرطه طبعا. جميل. ماذا يحدث مع هؤلاء الذين ادلوا ببعض المعلومات مثل ما قلت يعني عن حالات تجاوز في الطريق، هل هذا الشخص يعامل بطريقه معينه او يكافئ او انه مثل او ان نقول له شكرا ويكفي؟ هو شكرا طبعا اكيد يعني على هذه على التواصل، لكن هذا واجب عليه طبعا بما ان كلنا شرطه، فاذا كلنا واجبنا ان احنا نساهم مع الشرطه في الحد طبعا من الحوادث وغيرها من التجاوزات، لكن هل هناك رساله معينه توجه لهم او حضور معين او دعوه او شيء من هذا القبيل؟ هي من كلمه كلنا شرطه. نعم. ان كلهم شرطه. خلاص. ونحن نتمنى يعني ان هذا مجتمعكم وبيئه الطريق هاي بيئتكم انتم. طبعا. فتكون بيئه امنه للقياده. فدوركم راح يساهم في تحقيق هذه يعني السلامه. نعم. على الطريق. طبعا. اليوم ما حد يحب انه يتعرض لحوادث او يتعرض هل لحوادث او عيال لحوادث مروريه فظيعه بسبب اخطاء الغير. ف
السلامة المرورية في ايديهم. صحيح. مش بس في ايدينا نحن. فنبي الجهود كلها تتكاتف يعني تجتمع على تحقيق السلامة المرورية على الطرق. بإذن الله. طبعا أنتم جهودكم هي في الأول والأخير هي الجهود اللي طبعا الكل يعتمد عليها في الاستقرار والأمن والسلام على الطريق. لكن الآن سؤالنا يمكن يكون الأخير، جديد شرطة دبي والإدارة العامة طبعا للشرطة والمرور، هل هناك جديد نتوقعه قريبا؟ في ان أو شاء هناك الله مفاجآت بتخبرنا؟ دائما 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 ان شاء الله مفاجآت في طبعا. دائما دائما في شيء جديد ان شاء الله مع شرطة دبي ومع الإدارة العامة للمرور. ولكن اقول لكم ترقبوا، هاي الكلمة اللي بس بقول لك اياها لاني ما اقدر اعلن حاليا عن ان شاء الموضوع الله. هذا. لا اكيد طبعا نحن نعرف طبعا دائما الاداره العامه يعني على جاهزيه، وهناك دائما استعدادات ودراسات تقومون بها بشكل مكثف وكبير. ونتمنى ايضا نحن مثل ما قلت انت من الجمهور ان يتكاتف مع الشرطه حتى نستطيع ان نصل بالطريق الى ان يكون طريق سهل، بيئه حضاريه ثقافيه، وفيه ايضا امن وسلامه. إن شاء الله. طبعا رئيس صلاح نشكرك على تواجدك معنا اليوم، انت دائما تلبي يعني دعوتنا في قناه الظفره، ونتمنى لا تنقطع هذه لا التلبيه. إن شاء الله. شكرا شكرا مشكور. لك، ربي جزاك يحفظك الله يا رب. خير. الله يسلمك. اذا مشاهدينا نشكر الرائد صلاح عبد الله الحمادي مدير اداره مراكز تقديم الخدمه في الاداره العامه لشرطه دبي المرور طبعا، وناخذكم الان الى فاصل ونعود بعد قليل مع مساء الامارات.